اليوم بالتعاون مع فريق نخبة النخبة التطوعي اللي هو يضم شباب من كل محافظات العراق بتوزيع مواد غذائية وأيضا فرش وبطانيات ومادة الماء الماء الصالح للشرب على ناحية القيارة بالإضافة إلى المخيمات والقرى المحررة حديثا شاحنات كثيرة هي ضمن الحملة الوطنية لإغاثة النازحين. نعم هي قد تكون لا تكفي لكنها ستكون إن شاء الله هناك حملات تبع عن أهلنا في المناطق المحررة وحتى النازحين الآن متواجدين في منطقة القيارة حقهم علينا كأهالينا وحقهم عليهم كالمحافظة محافظتنا مستمرة بالتوزيع إن شاء الله هذه لن تكون الوجبة الأخيرة إن شاء الله ستكون هناك وجبات قادمة بعون الله.